في قصص كتيره جدا في الموضوع، بس حسيت كمان انه في ميل شويه للدراما او للشجن او للحزن، في ميل لقصه الانتحار، في ميل لقصص فيها شويه وجع، وده برضو ليه علاقه بالتنوع اللي موجود في المشاعر. احكي لي شويه عن الجزء ده في المجموعه القصصيه، والجزء ده بيهمك ازاي انت ككاتب انك تظهر الناحيه الانسانيه او الجزئيه دي في اي عمل بقى بتقدمه. فعلا في واحده من الندوات كنت بحضرها عن المجموعه، كان في كاتب صديق يعني قال لي انه تيمه مش الانتحار او يعني تيمه الموت او الانتحار او الفراق موجوده شويه في المجموعه القصصيه، وانا اعتقد ان ده بيكون اي كاتب بيكتب بيكون متاثر باللي بيحصل حواليه، مش لازم في دايرته الصغيره، ممكن تكون في الدايره الاكبر. يعني انا طول الوقت مثلا مساله الانتحار شغلاني، لان انا بتالم جدا لما الاقي حد بيني حياته مثلا يعني. فكنت طول الوقت بدور، ما حصلش ده مثلا في دايرته المقربه خالص والحمد لله، الحمد يعني الحمد لله ويا رب ما يحصلش ان شاء الله. لا ان شاء الله، لكن طول الوقت مشغول بالفكره دي، لان ممكن ده بيحصل لناس يعني شباب او صغيرين. احيانا الواحد بيبقى عنده علامات استفهام بالزبط. يعني على القصه دي كتيره جدا جدا، لانه احيانا اللي بيقدم على خطوه زي دي بيبقى بيطلق زي ما بيقولوا كده اشارات استغاثه للدائره من حواليه، بس مش كل الناس بتفهمها يعني. فبحاول في القصه، قصه مش طول الوقت معنيه انها تقدم اجابات، بس على الاقل بتحاول تفهم ايه الاسباب اللي ودت تخلي حد زي ده يعني يقوم بالظبط يقوم بفعل زي ده. فانا مشغول بده، ومشغول بمساله ان ان كمان ان يبقى مساله ان الكتابه فيها مساحه مش من الدراما، بس هو بحس ان الكتابه في القصه او في الروايه لو ما فيهاش زي ما بيقال كده مشهديه، ان المشهد بيبقى بشكل او باخر متشاف للي بيقرا يعني، ده بيدخله اكتر في اجواء القصه. حتى انا بعض القصص كتبتها من قبل حتى ما اكتب السيناريو، بس في نفس الوقت كان واضح مساله ان انا عندي قدره على او رغبه طول الوقت في ان انا اوصف ان انا ان المشهد اللي بيقراه القارئ يبدو وكانه مشهد مصور من فيلم او من مسلسل، بحس ان ده بيقرب اكتر. انا تقريبا طول الوقت بحب اكتب اللي بحب اقرا، مش بالضروره ده يكون احلى حاجه، بس على الاقل بيبقى طالع مني قوي جدا وبيبقى صادق جدا، فممكن يلاقي يوصل للناس بطريقه اسرع او افضل بكتير. طيب عايزه ارجع بقى للدراما. خلاص نتكلم بقى شويه عن الدراما عشان الوقت ما يجريش مننا. طبعا. ودخلت عالم الدراما ازاي؟ بدايتك جت ازاي؟ من صحافه لكاتب، ازاي وصلت للدراما؟ انا من زمان وانا بحب الدراما وبحب السينما وبكتب مقالات عن الدراما وعن السينما طول الوقت، يعني زي اي شخص بيجد في السينما والدراما حياة أخرى بيحبها يعني. بس أنا حبي ليها كان متعمق، وكنت طول الوقت بجرب إن أنا ممكن أكتب أو أشوف حظي في الكتابة، لغاية في 2016 كده تواصلت مع صديقي الأستاذ وائل حمدي، وكاتب سيناريست مهم يعني، شارك في أعمال كتيرة جدا زي موجة حرة وغيرها. وطلبت يعني وقتها كان بقالي 15 سنة مثلا في الصحافة أو 12 سنة، وحسيت إن أنا وصلت لدرجة ما من التشبع، محتاج أجرب حاجة تانية يعني. تواصلت معاه، فهو مشكورا قال لي ممكن تنضم معانا لورشه كتابه مسلسل سقوط حر، كان هو ومريم نعوم، مسلسل اتعمل في 2016 طبعا، ده كان اول مسلسل اشارك في كتابته يعني. وبس دخلت بقى هذا العالم السحري. اعتقد لان حبيت الموضوع جداً اكيد، وحتى كتير اصحابي يقولوا تقريبا انا طول الوقت بدور يعني، كنت بكتب في الصحافه بكتب القصه وكده عشان اوصل لده، انا بدور على السيناريو ده لانه في كل العناصر دي كلها، في جزء صحفي وفي جزء طبعا ادبي وفي جزء كمان مهم انه بيوصل لجمهور اكتر كتير من اللي بيوصل لجمهور أكيد. الكتب او جمهور أكيد. او جمهور الصحافه، فيعني اي كاتب بيبقى عايز اللي بيكتبه يوصل للناس اكتر. ففعلا مدخل جداً قوي جداً ومدخل مختلف، واعتقد انه ككاتب، انا مش كاتبه بس افتكر انه ككاتب لما تكتب شخصيه وبعدين تشوفها قدامك طبعاً. دي فيها احساس تانية. مختلف خالص اكيد جدا. عشان كده حتى تلاقي اغلب الكتاب الروائيين عندهم طول الوقت طموح وشغف ان اعمالهم تبقى سينما او تبقى تتجسد درام. بقى طبعاً. تتجسد، لان هي طبعا تطلع بقى لروح ويجي لها طبعاً. حقيقه يعني ده شعور تاني مختلف تماما. يعني بفتكر فعلا اول مره اول جمله انا كاتبها يعني اول جمله كتبتها في السيناريو حد ممثل قالها على الشاشه، فعلا حاجه تانية خالص. لذيذ. شعور تاني خالص. جميل حقيقة يعني. جميل.